مليح شحال ما نعرف ما نعرف شحال بيعوها 45 يمكن مليح طامر حسين طامر حسين غتحيدنا واحد 2000 وديال الخميس طامر حسين ان شاء الله غادي تحيدنا 2000 ديال الخميس سمعتيني ولا لا؟ يلا غادي يا عمي الحسين والله يعطيك سي قردة شحال باش تبيع شحال 45 يعني مزيانة شي رشامة حمراء مزيانة هي رشامة حمراء مزيانة وكنا عنقات تبان عنقات تبان انت هو الباردة المليح تبارك الله عنقات دابا هذيك سميتها تبارك الله اللهم بارك نسوق السبت اكل موس تبارك الله الله يسخر راس السوق تبارك الله اللهم بارك راس السوق الحمد لله والشكر لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله منين الحاجة تغني؟ نعم ميسور تحياتي الناس ميسور تبارك الله عليكم انا راه تصور راه غادي يشوفوها الناس ديال ميسور ديالكم ديال ميسور هذه الله يسخر لك انتم اللي جبتوا وحده كانت السيمانه الفايته اللي قبل من هذه لا احنا جبناها المريرت جبتوا المريرت اخت هذه تبارك الله هذه راه تبعت 45 45 الله يكمل بالخير غيسنا الحليب غيسنا الحليب غير فرق الزياده ديالها اش هذه الحاج خليها عاد الفطومه صاحبي راه نقسم لك يلاه شعرها عاد الفطومه ايه نشهر يلاه ما كاينش اللي يفطمنا الله يسخر الحاج الله يسخر قول لي الزياده اش مشهرة الحاج باش زادت ثاني سيدي واش غادي نقول لك انا ديتها مع مواتها شريتيها امتى شريتيها انت كانت صغيره كانت فشريتيها شريتها المهم عندك شهر واحد شهر 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 12 فاش شريتيها؟ فاش شريتها شهر 12 ولكن كانت الله كان وليداتها صغيورين كانوا صغار تبارك الله الله يكمل بالخير كان راعي المخلص وفين شريتي؟ شريتي هنا في قلموس ولا فين شريتي؟ شريت في قلموس وشريت في مرير تهلا كان شريت في قلموس وفي مرير وكان ربيها تبارك الله هذه غير مشريه هي مع مواتها مشريه مع مواتها واه يا ودي كانت قلبها ولدي راه العيب ما كانش هذا الشيء كاع ما تخممش الله يسخر اللهم بارك كاع ما تخممش هذه راه غير بنت الحليب يلاه شحال عليه مفطوره عاد مفطومه تبارك الله اللهم يسر اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله راه الصبح الحمد لله 2250 درهم باش تبعت تبارك الله سبعة وثلاثين تبارك الله خلاص 1850 درهم تبارك الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله تبارك الله ما شاء الله قطعة ب 2000 درهم مش قطعة 2000 درهم مش قطعة 1850 الحمد لله وشكرا لله راه السوقية ديال الإخوان تبارك الله خروف سن الحليب مازال عفريق تبارك الله شحال عطيني هنا الرئيس؟ اخويا سمعت 21 جملة هادي وهادي تبارك الله هادي 750 ها؟ هادي واحد كرة كرة 15 هادي سلعة دي أصحاب مراكش هادي ياك ها هذه السلعه اللي تيبغوا صحاب مراكش لا لا ديال البلاد هنا لا هي ديال البلاد ولكن قلت لك تيبغوا صحاب مراكش تيديوا صحاب المراكشيين يجيب الله التيسير تيسولوا على السلعه تيقول كوش ديال 15 16 واش كاينه ولا ما كايناش نقله زوينه الله يسخر وهذا قلت يعطاك 21 عطاك 21 تاع جوج دريسات تبارك الله 1050 درهم شحال قلت لهم انت البيع؟ ها شحال قلت لهم البيع؟ قلنا لهم 24 ساعه ولكن اللي صوب معنا راه مازال نصوبوا كل شيء على الله الله يرحم الوالدين تبارك الله ما شاء الله 1050 درهم واصلة الله يدير الخير تبارك الله عليك ما جبتي سير ها؟ شنو عاطيني هنا خالي؟
1500 درهم تبارك الله اللهم بارك. الفيديو ديال اليوم الاخوان نديرو على الخروف البكري، الخروف مازوز، يعني حد الان مازال حنا تنصورو غير الخروف البكري، الخروف البكري تبارك الله. دي غير السوق كود مال شي غير شحال عطيني هنا خليني عطيني اخويا 36 1850 درهم. هذا 1850 اللهم يسر. هذه الاخوان تبعت ب 1950 درهم، هذيك اللي مليح 2000 درهم باش تبعت نسخه. هذه 36500 1800 37500 1875 1875 وهذه 34700 درهم 1700. شو هذا راه تبعت هذي؟ شحال باش تبعت هذا خويا؟ 34 ها؟ قل 200 قل 200 34 قل 200 1690 درهم 1690. هاد غنم غليظة تبارك الله الفوق تبعت ب 49500. نمشي نشوفو شحال خلينا هنا؟ 25 تبارك الله 1250 درهم 1250 غادي ديال هاك الموس 1250 وصلنا العليا. انا العارف يدير مليح 1700 سي عبد الرحيم الله يسخر كي داير؟ الله يحفظك الله يسهل الامور. شحال الحرارة هنا؟ 34700 1730 1730 وهذه ابو عبد الرحيم؟ الله يسخر 1900 درهم خير موجود الحمد لله. الحمد لله السوق عمر تبارك الله تبارك الله وكاين الثمن وخاصه الحمد لله الثمن كاين الثمن ايوا الحمد لله السلعه موجوده خير موجود تبارك الله الله يسهل الامور الله يحفظك. شحال خلينا هنا؟ 35 1750 درهم الله يجيب التيسير. كف 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 هذه لاك الموس لاك الموس 1750 الله يسخر. وهذه تبعت هذه ولا؟ الله الله شحال خلينا هذا؟ خويا عطاونا 35 35 1750 مازال ما تبعتش؟ مازال ما تبعش يجيب الله. شحال قلت لها البيع؟ قلنا لهم 8 38 هي البيع يجيب الله تيسير الله يسخر اللهم الله يسهل اللهم. شحال خلينا هذا؟ خويا 38 ونص 1915 اجبت سيدي هذه اللي خوني اللي تبعت 2475 2475 49500. شحال الرئيس مشات هذا؟ 49 سبق لي يقول بحال الرجاله تبارك الله 49500 مليحة تبارك الله راه السوق اللهم بارك خير موجود الحمد لله تبارك الله. وهذه فاش بقات الرئيس؟ السلام عليكم 41 تبارك الله 2050 درهم 2050 درهم خير موجود تبارك الله خروف موجود هذه راه خارجه تبارك الله. شحال باش خرج عليه خالي؟ 36400 1820 درهم 1820 درهم 1800 شحال باش تبعت هذه خليل؟ وهذه فاش بقات هذه؟
43,400 تبارك الله. الحمد لله خير موجود تبارك الله. خير موجود. الله يسهل الله. منين مليح كاين. كاين المليح تبارك الله. كاين المليح في سوق الموس تبارك الله. سوق الموس راه هو سوق كبير كاع في المنطقة. في المنطقة. الحمد لله. وتيكون فيها المليح البرقية راس السوق. راس السوق. من تيم حضيت. أصلا سلالة تيم حضيت. حتى البلدية عاوتاني تتكون. عاوتاني حتى البلدية تتكون مزيانة. الله يجيب التيسير. اللهم آمين. الله يرحم الوالدين. واسمح لنا لا يخطي. نصور هذه الخروفة اللي خارجة. درس هذه تباع تبارك الله تباعت اخويا شحال هذه 27,000 1850 ديال الموس اوا ديال تيغسالين تيغسالين تبارك الله عندكم السوق تما في تيغسالين امتى تيكون هو السوق تيغسالين ما فيهش السوق ما فيهاش السوق اقرب سوق ليا اغبالو 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 بوميا تبارك الله 1350 درهم 1350 ومن الإخوان وصلنا لنهاية الفيديو تبارك الله عليكم تحياتي لكم اللهم يسر